أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله، وأمرنا بتعظيمه وتكريمه وتبجيله، وجعل اتباعه سببا لمحبة الله وتفضيله، ومما يغني عن إجمال القول وتفصيله رفع ذكره في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وما أثنى عليه الخلاق في محكم تنزيله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته حماة الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حالا سنن منك دونهم وسناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم والماء. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في برنامجكم الذي يعرض عليكم في شهر مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. برنامج فبذلك فليفرحوا يتضمن ذكرى بعض شمائله العطرة، واستخلاص بعض الدروس والعبر من سيرته أيضا العطرة، كما نجعل هذا البرنامج إن شاء الله سبحانه وتعالى سببا لإفاضة الإيمان في قلوب أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومزيد من الشوق والمحبة له وفيه صلى الله عليه وإليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مما يجعلنا نتأسى ونقتدي به. في شهر مولده نتذكر مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو شهر إن صح التعبير شهر الوفاء له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا ينبغي للمحب أن يدخل عليه شهر المولد النبوي الشريف من دون أن يجد في قلبه ذلك الميل تجاه الصلاة على رسول الله، تجاه مدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم، تجاه مدارسة شمائله العطرة صلى الله عليه وسلم. كأنه يجعل هذه المناسبة محطة لتجديد العهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو شهر الذكرى وشهر الوفاء معه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعلمنا الوفاء. فأقل شيء يجعل المحب من أمته يحتفي بهذا الشهر المبارك الفضيل، أقل شيء يأخذه أو أقل عبرة نستخرصها هي عبرة الوفاء أو خلق الوفاء الذي كان يعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم مع الخلق أجمعين. فكيف بنا وشهر مولده صلى الله عليه وسلم يحل علينا بنفحات ربانية وعطايا ومنح إلهية، ثم يمر وكأنه لم يحدث شيء؟ لا ينبغي أن يكون حال المحب له صلى الله عليه وسلم، بل لا ينبغي أن يكون حال أي أحد من أمته صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الشهر المبارك. من باب قلنا الوفاء له، انظر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الشعب عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت عجوز على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها، قال: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال لها: بل أنت حسانة المزنية. ثم اتفق صلى الله عليه وسلم يسألها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بخير والحمد لله. ثم كان ما كان، وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وفادتها. فلما خرجت العجوز قالت: يا رسول الله، ما السبب في إقبالك على هذه العجوز، كل هذا الإقبال؟ قال: يا عائشة، هذه العجوز كانت تأتينا أيام خديجة أو زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. انظر رحمك الله،
كيف تفكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العجوز، وكيف أكرم وفادتها، وكيف سأل عن حالها، وما كان منها بعده صلى الله عليه وسلم وبعد هجرته، في إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن حسن العهد من الإيمان، وأن حفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال من الأمثلة التي ينبغي أن يجسدها المسلم المحب للجناب الأعظم صلى الله عليه وسلم في شهر المولد النبوي الشريف، شهر الوفاء. تستذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تستذكر زمن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تستذكر زمن ولادته صلى الله عليه وسلم؟ هكذا؟ لا، لابد من دراسة سيرته، التمدح بخصاله وأوصافه الخلقية والخلقية، مما يفيض الإيمان في القلوب، فتزداد المحبة له صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالمحبة سبب من أسباب الاتباع. فكيف لك أن تحب شيئا أو أن تتبع إنسانا أيا كان وأنت لا تحبه؟ لابد من أن تسبق المحبة وتملأ قلوب أمته بمحبته صلى الله عليه وسلم، آنذاك يحصل الاقتداء والاهتداء. من معاني الوفاء أيضا، نستأنس بحديث آخر رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، دائما في الوفاء كمثال نجسده في شهر مولده صلى الله عليه وسلم تجاهه. أول من أو أعظم من ينبغي أن تكون أمته على قدم الوفاء أو تقوم أمته على قدم الوفاء معه هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الخلق قد نزع من الأمة معه صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى وأحرى قد نزع من كل الأمة ومن قلوبها ومن الأخلاق التي ينبغي أن تكون عليه هذه الأمة تجاه غيره صلى الله عليه وسلم. إذن ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة قالت: استأذنت هالة، والسيدة هالة هي أخت السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذانها فاستراح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. استأذنت السيدة هالة، ثم بعد ذلك خرجت، والسيدة عائشة ترى حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف السيدة هالة من خلال صوتها، لأن صوتها كان يشبه صوت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. فوقع للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحال الذي جعله يتذكر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي من هي، وسيذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب يعني إقبالها على تلك العجوز، وسبب راحته عندما سمع صوت أخت السيدة خديجة سيدة هالة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. فلما غادرت وخرجت السيدة هالة قالت عائشة سيدة عائشة: فغرت، فقلت: يا رسول الله، وما تذكر من امرأة قد هلكت منذ سنوات؟ الأمر كان في المدينة المنورة، والسيدة خديجة وفيت قبل الهجرة رضي الله تعالى عنها وعليه السلام، وقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها رضي الله تعالى عنها، وهي من هي الصديقة بنت الصديق. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد، الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله سبحانه وتعالى عز وجل منها الولد، وحرمني أولاد النساء. انظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، الوفاء يعني مع السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، ومن خلالها أو من خلال هذه الأحاديث ومن خلال ما سألته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، نستنتج ماذا؟ نستنتج أن الوفاء هو خلق محمدي ينبغي أن يتجسد في الأمة في كل الأحوال وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، خصوصا في شهر مولده صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نتخلق بخلق الوفاء تجاه معلم الأمة الوفاء أو معلم الإنسانية جميعا الوفاء، وهو صلى الله عليه وسلم. والوفاء كما ذكرت لكم في شهر مولده صلى الله عليه وسلم إنما يكون بماذا؟ يكون بمدارسة سيرته وتعليمها لأولادنا، وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومدارسة سيرته
العطرة ومدارسة شمائله المباركة صلى الله عليه وسلم. بهذا نعم، بهذا نكون قد تخلقنا بخلق الوفاء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان من الأولى أن يكون ذلك في سائر الأزمنة وفي سائر الأمكنة، ولكن شهر مولده صلى الله عليه وسلم محطة زمنية مناسبة لكي يتخلق المسلم المنتسب لهذه الأمة المباركة والتي أكرمها الله سبحانه وتعالى بما أكرمها به بسر الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون شهر مولده محطة لتجسيد كل معاني الوفاء معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الأمر الذي كان عليه ساداتنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم تجاهه صلى الله عليه وسلم. فنجد مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما استخلف ووقعت من الأعراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لسيدنا أسامة لواء وجيش له جيشا، وكان الجيش على مشارف المدينة لم يخرج بعد. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كما ذكرت ووقعت الردة واستخلف سيدنا أبو بكر، أشار جميع السادات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم اجتهادا منهم إلى أنه لا بد من إبقاء جيش سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه. فما كان من سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن يجسد كل معاني الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما كنت لأحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلال هذه الوقفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صديق الأمة، ينبغي أيضا لهذه الأمة وهي تحتفي بهذا الشهر المبارك أن تجسد معاني الوفاء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ذكرناه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.